السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على القلاية الهوائية بلاك أند ديكر أو الإير فراير، اللي هي AF400 1500 واط، الأربعة لتر، اللي المفروض إن هي بتستوعب كيلو و200 جرام. هكلمكم النهاردة عن كل حاجة. أنا كده جايباها بقالي 10 أيام، من أول يوم، من أول استخدام، وأنا شفت فيها كذا حاجة بس برضو مرضتش أحكم عليها كحكم مسبق. يعني قلت لازم أجربها مدة كافية علشان خاطر أوصل للنتيجة النهائية إنه حلوة أو لأ أي كلام. فأنا هقول لكم على كذا عيب أنا لقيته فيها، وطبعا انتي هتقرري بعد كده يا تشتريها يا لأ مش هتشتريها. لو انتي لسه جديدة معانا في القناة ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة، ويلا نبدأ مع بعض. اول عيب معانا بالنسبه لي انا وزوجي وطفلين، طفلين صغيرين، لكن الحله دي مفروض ان الشبكه بتاعتها بتشيل كيلو و200 جرام، لكن في الحقيقه لا، هي ما بتشيلش الحجم دوت، هي بالظبط قد الشبر. ف شيل قطعتين بانيه مثلا، ممكن 3 قطع صغيرين او قطعتين محترمين، يعني ما تشيلش اكتر من كده خالص. لو مثلا سمكة حتى لو متوسطة ما تخشش فيها، هي اخرها سمكة صغيرة، سمكة متوسطة ما ينفعش تخش فيها. لو حطيتي بقى حاجات فوق بعض مثلا بطاطس مثلا او فراخ او اي حاجة ايا كانت ايه نوع الحاجة حطيتيها فوق بعض مش هتستوي كويس. يعني الاجزاء اللي ما بين بعض اللي لازقة في بعض دي مش هتستوي، هتستوي من تحت وهتستوي الوش اللي من فوق، اللي في النص ملوش اي علاقة بالقصة، مش معانا في الموضوع. فطبعا هي مش كافية بالنسبة لانا وزوجي وطفلين صغيرين، مش كافية لينا، محتاجين حجم اكبر من كده. ده كده اول عيب، ان هي حجما مش يعني مش متماشية معانا. ممكن تتماشى مثلا مع عريس وعروسة لسه في اول حياتهم، ما فيش غير هما 2 بس، هتبقى كافية ليهم. لكن بالنسبة لي انا يعني بقعد فترة طويلة بعمل الاكل، ليه؟ علشان باخد طبقة وبعدين اشيلها وبعدين احط طبقة تانية وهكذا. فطبعا ايه ده موضوع مشكلة. وبالنسبة للاكسسوارات بتاعت القلايات عموما مش متوفرة قوي، يعني انا دخلت على امازون وشفتها لقيت في اكسسوارات موجودة عند واحد بس وبسعر مبالغ فيه بصراحة، ما شفتهاش عند حد تاني. ممكن بقى تنزلي تجمعيهم انتي من السوق يعني عموما. انا ما عملتش كده، انا يعني كنت بجربها هي الاول في حد ذاتها. فخلينا في عيوبها هي، سيبنا من الاكسسوارات دلوقتي، خلينا في عيوبها هي. اول عيب بالنسبة لي انا ان هي صغيرة. تاني عيب بقى ان التقفيل بتاعها، انا مش عارفة هل واضح ليكو ولا لأ، بس يعني شايفين مثلا الاماكن دي التقفيل بتاعها مش يعني مش احسن حاجة بصراحة. هي ككواليتي خامة نفسها حلوة، لكن كتقفيل لا، مش احسن حاجة خالص. تمام، ده كده كان تاني عيب بالنسبة لي. تالت عيب وده مهم قوي، ان هي ديجيتال، المفروض ان هي ديجيتال. فالمفروض ان الفرق ما بينها وما بين المانيوال ان يكون فيها مثلا ايه برامج معدة مسبقا، ان انا ايه اختار البرنامج واحد معين من دول هو بقى يشتغل اوتوماتيك. ده كده مفهوم يعني الديجيتال. لا دي ما فيهاش الكلام ده، هي ديجيتال بس انت برضو اللي بتختاري درجة الحرارة وبتختاري التايمر وبتختاري كل حاجة وانت اللي بتقفي فيها وبتشغليها. فبالنسبة لي مفيش فرق ما بين ان انا اظبط التايمر والحرارة من المانيوال اللي هي البقر يعني، عن ان انا اظبطها ديجيتال، ما فرقتش. ده كده كان تالت عيب معانا في الاير فراير دي. رابع عيب انه مفيش كتيب، يعني انت مش مجهز لي برامج معدة مسبقا. اديني كتيب على الاقل تقول لي مثلا تعملي السمبوسة على درجة حرارة كذا لمدة كذا، البطاطس على كذا، الفراخ مثلا اللي بعظم مثلا تعمليها على كذا، السمك، الحاجات دي كلها. هو كاتب لي هنا شوية حاجات بسيطة جدا وبالنسبة لنا ما نفعتش، يعني ممكن اللحمة بس اللي هي الكور اللحمة هي دي اللي نفعت. انا عاملة لكم برضو فيديو تاني عن الاكل فيها، هنزله لكم ان شاء الله بعد الفيديو ده، بس قلت لازم انزل دوت الاول علشان لو حد فيكم بيفكر يشتريها قلت انزل لكم كل العيوب بتاعتها، وانتي طبعا تقدري تقرري اذا كانت ديت صالحة بالنسبة لي او لا مش هينفع معايا فهشوف نوع تاني.
هو هنا كاتب لي شوية برامج بالنسبة مثلا للفراخ ما مشيتش معايا بنفس الوقت دوت، زودت عن الوقت. البطاطس برضو كنت زودت عن الوقت، وصلت لأكتر من 20 دقيقة. ولما بعملها كلها على 200 بتطلع مجلدة، فلازم أمشيها مثلا على 180 تستوي من جوه كويس، وبعد كده أنقلها على 200. فالوقت ده كله لما بتعمل على 200 ما بتطلعش كويسة، فبالتالي البرامج دي بالنسبة لي قليل قوي منها اللي طلع مظبوط. في برامج تانية فوق اهي برضو كده واضحة بالنسبة لكم. البرامج ديت برضو عن برضو البطاطس البطاطس الفروزن والبطاطس اللي معمولة في البيت وشوية حاجات كده، برضو الناجتس الفروزن واللي هي يعني الفراخ الناجتس اللي جاية جاهزة من بره، والخضار والبطاطا والبوتيتو والهامبرجر، شوية حاجات بس مش كل حاجة في الدنيا. وكمان فيها حاجات مظبوطة وفيها حاجات تانية مش مظبوطة. البرجر طلع مظبوط، طلع كويس، لكن في حاجات تانية لا، زودت تاني وقت، او بتطلع مثلا على 200 كلها، فبتطلع مش مستوية من جوه، بتطلع من بره معمولة بس من جوه مش مستوية قوي، فمش كويسة بالنسبة لي. فلا البرامج بتاعتها مش مظبوطة، فكان المفروض انك تكتب لي تسيب لي فيها كتيب، وده بيحصل في اير فرايرز كتيرة قوي، بيحط لك فيها كتيب مثلا 20 صنف، فانتي بقى بتاخدي منهم يعني ايه مثلا اللي بيسري مثلا على الناجتس هيمشي على البانيه مثلا، اللي بيسري على السمبوسة هيمشي على القطايف، فبتبقى حاجات متشابهة. لكن انت هنا عامل لي 6 مثلا حاجات، وهنا برضو نفس ال6 حاجات تقريبا، او يمكن هنا 7 8 حاجات يعني حاجتين زيادة مثلا، مش حاطط لي كل حاجة، حاطط لي حاجات قليلة جدا، وانا مش عارفة طيب انا هتعامل معاها ازاي. انا واحدة اول مرة اجيب الاير فراير، فانا مش عارفة اتعامل معاها ازاي، فبجرب في مرة تفشل ومرة تنجح وهكذا، فدي عيب. العيب اللي بعده بقى انه الديجيتال دوت بيعلق. انا مش عارفة هل دوت عيب في ال بتاعتي دي بالذات يعني، ولا في الموديل ده كله اللي هو اي اف 400، معرفش بصراحة، لكن الديجيتال ده بيعلق. يعني انا مثلا عايزة اظبط التايمر على 10 دقايق، فمحتاجة ادوس على التايمر 10 مرات ورا بعض، بيشتغل اول مرتين ثلاثة وبعد كده بيفصل، بيقعد مثلا 5 6 ثواني فاصل مش قابلة اي حاجة خالص في الشاشة الديجيتال، وبعد كده بيرجع يشتغل تاني برضو 3 4 مرات، وبعد كده يرجع يفصل تاني وهكذا. مش عارفة هل العيب دوت في بتاعتي دي بالخصوص مثلا، ولا هل دوت العيب في الموديل ده عموما، ولا ده عيب في بلاك اند ديكر الديجيتال، ولا ايه، معرفش. انا معرفش حد بصراحة جاب بلاك اند ديكر قبل كده، وانا اول مرة اجربها، فالشاشة الديجيتال دي بتعلق. واتصلت بالمكان اللي انا جايباها منه، وقال لي لا طبعا هنرجعها، يعني لو هي فيها العيب دوت فعلا ظهر قدامهم هيرجعوها. فانا فعلا هروح ارجعها، علشان الشاشة ديجيتال دي لو جرالها اي حاجة بعد ما يعدي الشهر بتاعي خلاص كده شكرا. طبعا موضوع موال كبير جدا، لان هي اصلا كلها هي شاشة ديجيتال دي، وانا شايفة ان هي مش فايداني في اي حاجة، لان لا فيها برامج مسبقة ولا اي حاجة خالص وبتعلق، فبالنسبة لي ملهاش اي لازمة بصراحة. انا هرفق لكم فيديو كنت بعمل فيه الاكل يعني، وبرضو علق علشان خاطر السلك بتاعها قصير، وانا ما عنديش فيشه اكمل المكان اللي انا بصور منه، بس دي بالنسبه لي مش عائق قوي. لو انت عندك فيش كتيره في المطبخ مش عائق يعني، هتعرفي تتصرفي بيها. لو حد ليه تجربه في بلاك اند ديكر القلايه الهوائيه ديت، يا ريت تعرفوني، علشان ما كنش انا بسوق سمعتها وخلاص على قصه الشاشه الديجيتال دي، لان هي فعلا مضايقاني قوي، وانا مش عارفه اذا كانت هي موجوده في الموديلات التانية، ولا هي بس دي عيب يعني صناعة في حظ انا في النوع ده في الموديل ده. فيا ريت تعرفوني في الكومنتس هل العيب دوت موجود في الاماكن التانية ولا لا.
فيها برضو عيب كمان بالنسبة لي أنا، إن هي بتقعد مثلا في المرة الواحدة. يعني مثلا أنا عملت بانيه مثلا النهاردة، قعدت فيه 12 دقيقة، تمام؟ ف12 دقيقة على قطعتين بانيه أو 3 قطع صغيرين، فبالنسبة لعيلتي هحتاج أملاها مثلا مرتين 3 مرات علشان خاطر أعمل الكمية اللي أنا عايزاها. فده عيب يعني مجمع، إن هي بتاخد وقت 12 دقيقة مثلا في تحمير البانيه، بغض النظر عن إني مسخناه قبل كده. يعني 12 دقيقة غير التسخين بتاعها، هي المفروض بتتسخن قبل ما تبدأي تحطي فيها الحاجة لمدة 2 دقيقة، ده المفروض إن هو بيسرع السوا. فأنا قعدت معايا في البانيه 12 دقيقة بعد ما سخنتها 2 دقيقة قبل، ف12 دقيقة في قطعتين بانيه واشيلهم، وبعدين احط قطعتين تاني واشيلهم، وهكذا. فطبعا الموضوع بياخد وقت والبانيه بيكون بارد اصلا. حاجة كمان بقى، ان هي ما بتعملش الاكل كريسبي. يعني هي بتسوي الاكل وكل حاجة، وطبعا كويس جدا ان هو من غير زيت، بس القرمشة بتاعة الزيت مش موجودة هنا. والقرمشة ديت انا شفتها بقى في قلايات تانية. يعني العيب مش في القلاية عموما او الاير فراير عموما، لا، هي النوع دوت ما بيعملش قرمشة. يعني البانيه مستوي وطعمه حلو وكل حاجة وصحي، ودي حاجة كويسة جدا، بس القرمشة بتاعة البانيه مفيش. الفراخ البروست عملتها فيه برضو طلعت مش مقرمشة، برغم ان انا دهناها بزيت وحاطة فيها كمية زيت كويسة علشان خاطر تتقرمش وتاخد اللون الذهبي من بره. بتاخد لون مش نفس لون طبعا الزيت، بتاخد اللون بس مفيش القرمشة، مفيش قرمشة خالص تقريبا. البطاطس لو حطيتي فيها عدد قليل تقرمشها لك، لكن لو حطيتي كمية كبيرة لا، هتجلد منك، لانك هتخليها تقعد مدة اطول فهتجلد ومش هتقرمش. فبرضو موضوع القرمشة ديت موضوع رخم، يعني في انك في ناس بتهتم قوي بقصة القرمشة دي. انا بالنسبة لي مش عيب اوفر قوي، لان انا عايزة اكل صحي اكتر من انه مقرمش او لا. يعني هو طعما الطعم بتاعه كويس لما بظبطها بقى، يعني بجرب مرة واتنين وبعرف ايه الظبطة بتاعتها بالظبط عشان الاكل ما يجلدش، بيبقى الاكل جميل ما شاء الله، ما فيش فرق ما بينه وما بين طعم الزيت، لكن القرمشة ما فيش. وطبعا اهم ميزة فيها وكلنا بنسعى لها، وهي الصحي، الاكل الصحي عموما. طبعا دي حاجة كويسة جدا فيها او في اي قلاية تانية، الاكل الصحي من غير الزيوت الكتيرة جدا وال اهدار الزيت كمان. انت بتدفعي فلوس كتيرة في الزيت، وفي نفس الوقت هو بيأذيكي وبيأذي جسمك، وبتحسي ان انت حتى لو كلتي قطعة واحدة بس بتحسي ان انت كلتي يعني طبق زيت، وبتبقي تعبانة قوي. لكن لما بتاكلي الاكل فيها هي بصراحة ما بتحسيش بأي تعب ولا اي تقل خالص، ولا كأنك كلتي حاجة مفروض ان هي بروست مثلا او بانيه او بطاطس او اي حاجة مفروض بتبقى تقيلة قوي في الطبيعة بتاعتها. فطبعا ده اهم ميزة فيها. الميزة التانية ان هي مش حجما مش كبيرة قوي، يعني كويسة تحطيها على الرخامة مثلا عندك في المطبخ، او ممكن تدخليها كمان في الارفف عندك، تمام؟ ما مش كبيرة قوي، وشكلها برضو كويس بغض النظر عن التقفيل اللي مضايقني ده، بس هو شكلها في العموم هو كويس بصراحة. انا كده قلت لكم يعني تجربة ال10 ايام، طبعا انت اللي تقدري تحكمي بقى هل دي صالحة بالنسبة لك او مش صالحة، كده هي مش تمام معاكي تشوفي نوع تاني. انا اكون قدرت افيدكم في الفيديو دوت، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. والسلام عليكم.